السلام عليكم البنات، كي داير مع الصحه؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم ان شاء الله بغيت ندير واحد الحريشه ديال البرد ديال البلبوله من السمين بالزعتر والزيت والكحل. هاد الطريقه هذه خديتها من عند مطبخ جدور، فريمون الوصفه ديالها انا كيعجبوني، تيكونوا ناجحين 100% والله يعطيها الصحه. معاك نبداو ان شاء الله. هاد البلبوله هذه ديجا كنت غسلتها مزيان وصفيتها، ها هي دابا دايره مغسوله ومصفيه صافي. وغادي نزيد عليها شويه ديال الملحه على حسب الكميه، انا كندير عيني ميزاني تقريبا هذيك معلقه كبيره. انا هذه تقريبا درت كيلو ديال البلبوله، لحقاش كندير كميه شويه كبيره لان تنديرها في مره واحده صافي، كنديرها في الثلاجه وراكم عارفين في خلال الاسبوع كنسخن بشويه بشويه على حسب الكميه اللي بغيت، ما كنديرش غير شويه صافي ونو، كندير شويه كميه كثيره باش نتهنى في مره. المهم انا غادي كما قلت لكم زدت شويه ديال الملحه، غادي نزيد عليها الماء طايب على حسب. المهم انا انسان سا ديبون، كاين اللي كيدير مثلا لا دار نص كيلو، كيدير ربعة الكيسان، ربعه جوج كيسان، انا مع درت كيلو. غادي ندير عيني ميزاني حتى كتشوفوا ان هاد القضيه هادي بحال قلت البلبوله كلها تغطات بالماء بهذا الشكل هذا. خاصني نزيد شويه د الماء، كل كي دارت العمليه بالليل حتى الصباح هاد كي تي سي صايب البلبوله ديالو، ولكن اللي مزروب يخليها ساعتين ثلاثه السوايع في خلاص كما قلت لكم يرقدوها في الماء طايب صافي. ان شاء الله ملي تدوز ساعتين ولا ثلاثه السوايع هانتوما معايا. المهم دابا غنغطيها غنخليها ساعتين ثلاثه السوايع. السلام عليكم، هانتوما البنات راه عاود زدت الماء بحال هكا باش حتى كتغطى غير واحد شويه بحال هكا صافي. صافي نغطيها تقريبا واحد ساعتين ثلاثه السوايع هانتوما معايا ان شاء الله. صافي البنات من بعد ما ارتاحوا تقريبا خليتهم واحد 3 اونص ديال 3 سوايع ونص هكاك. دابا غادي نزيدو ان شاء الله الرحمن الرحيم. هانتوما شوفوا بعدا كي ولات، انا كنعزي نخدم بيديا، كنزيدو واحد تقريبا مع هذيك الكميه اللي كندات قبيله كيلو. صراحه بيني وبينكم نقص، درت دابا غير نص كيلو لان فريمون غلبت عليا الكميه. غادي نزيدو تقريبا واحد كاس ديال العنبه ديال السميده مع واحد الكاس عنبه ديال زيت الزيتون، هاد الزيتون الكحل مقطع. والزعتر تقريبا على حسب الذوق، كل واحد عينو ميزانو. انا الزعتر جبتو معايا من المغرب، عتي ريحتو مجهده مجهده مجهده، كنحكو بحال هكا صافي. من بعد كنقي غير هاد العويدات هكا بيديا، تيكونو ديك العويدات ندير غير واحد شويه فريمون. هاد البلبوله يعني بهاد التسيمه هادي بالزعتر والزيتون وهذا عرفتي غتجي خيره، واحد البريد ديالها تيب بالشيبه صافي. وكنزيدو واحد المعلقه كبيره ديال الخميره باش انا درت نص كيلو صافي. وغادي نخلطو هاد واحد الريحه طالعه ديال الزعتر، واللي بغى يزيد شويه ديال السنيده يزيدو، اللي بغى ينسم داك شويه الحلاوه ديال البلبوله يزيد شويه ديال السنيده. صافي البنات دابا ان شاء الله فاش غنكمل هاد التخليطه بحال هكا غادي نعاود نغطي عليها واحد ربع ساعه تقريبا حتى نص ساعه ان شاء الله الرحمن الرحيم. صافي البنات دابا ملي تقريبا دازت على ما بين ربع ساعه حتى نص ساعه، دونك غادي نديرو ان شاء الله. هانتوما شوفو كي دايره
داك تحس بحال تخلط داك السميده الرقيقه مع البلبوله. صافي غادي نديروا الكويرات. الكويرات كتبقى كل واحد والتكويره ديالو. هنا غادي نديروا على انا على هادي على هاد القالب هذا باش كيجيو داكشي داير مزيان. صافي هو باش كيجي مقاد. انا درت ما بغاش نسميتو نديرهم ندردر عليهم نفندهم بالبلبوله. درت هذا ديال الشاي درته غادي نفندهم ان شاء الله بالبلبوله ديال الزرع كما كتشوفوا دابا. صافي البنات من بعد درت هنايا وهانتوما شوفوا عاود درت وحده اخرى غادي نزيد وحده حداكم. صافي ومن بعد هانتوما معايا ان شاء الله الرحمن الرحيم. المهم هذه كتبقى غير اختياريه ماشي زعما كل واحد وعينو ميزانو. دونك البنات ان شاء الله فاش نكمل غادي نطيبها في المقله وغادي نوريكم ان شاء الله الرحمن الرحيم. صافي البنات واخيرا كملت لحقاش تبارك الله هذيك نص كيلو يعني عطا من قبل وانا نطيب قلت انا صافي الجوج الاخرين صافي نديرهم دوائر كبار ونهني راسي لان غير رابعه الصراحه الله يجعل البركه. خلاص انا في الاول درت كيلو غير نقصت نص كيلو هكاك وجا بزاف تبارك الله. دونك جاو جوج كبار وهادو صغيورين. اسرع دقت وحده عتي فريمون بنينه في هذيك المذاق ديال المزيج ما بين الزعتر وزيت الزيتون وزيت هذا زيتون الكحل فريمون فريمون واعر. وحتى الزيتو الزيت البلديه راه ديال الشمال ديال تاونات فريمون بنينه والزعتر حتى هو ديال المغرب. وتخيلوا معايا هذا الميلونج الخطير يعني فريمون غتجي البنه واعره. شكرا البنات على تتبع هذا الفلوغ وهذه الوصفه. الى فلوغ جاي ان شاء الله. مع السلامه.